صباح الخير عليكم يا احلى بنات في الدنيا. النهارده هنعمل مع بعض المخبوزات الجميله دي بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا، وان شاء الله هتنال اعجابك قوي. مخبوزات راقيه ولذيذه، وهنحشيها بالشوكولاته، وتقدري تحشيها باي حشوه انت تحبيها. العجينه اللي هشتغل بيها النهارده هي المعتمده عندي في البيت، واللي بفضل دايما ان انا استخدمها في كل انواع المعجنات، فانت هتقدري تعملي بيها كل الاشكال وتشتغلي بيها زي ما تحبي. مش هنحتاج ان احنا نعجن ولا نتعب نفسنا خالص، لا هنمزج المكونات بمنتهى السهولة وإن شاء الله هتنال إعجابك. عايزة افتح لك واحدة واوريلك من جوه شكلها عامل ازاي. طبعا مفيش اجمل من كده. انا عايزة اقولك انها بتبقى زي القطن، جميلة جدا جدا وخفيفة زي ما انت شايفة، زي القطن بتبقى العجينة دي خفيفة جدا جدا. ويلا بينا نبتدي مع المقادير وطريقة التحضير، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة في المقادير هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا 4 كوبايات من الدقيق، يعني ما يعادل نص كيلو دقيق. هنحط عليهم 3 معالق كبار من السكر الحبيبات العادي، وهنحط معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وهنحط معلقة صغيرة من البيكنج باودر، بيكنج باودر اللي هو خميرة الحلويات، وهنحط رشة من الملح. المقادير هسيبها لكم في صندوق الوصف اسفل الفيديو عشان نبقى اسهل عليكم. وهنقلب المواد الجافة دي كلها مع بعض. بعد ما نقلبهم كويس كده مع بعض، بعد كده هضيف بيضة ونص كوباية زيت. وهحط كيس فانيليا. لو هتعملي الحشوة بتاعتك يعني مش مسكرة، اللي هي مش شوكولاتة، يعني لو عايزة تحشي جبنة او تحشي حوادق ما تضيفيش كيس الفانيليا، هتضيفي بداله مع يعني نص معلقة صغيرة من الخل علشان طبعا ريحة البيض. هنقلب المكونات دي كويس قوي مع بعض. بعد كده هضيف كوباية من الحليب، يكون دافي طبعا، وهبتدي ان انا اعجن المكونات مع بعضها. لو لقيت ان انا محتاجه سوائل تاني هضيف ميه دافيه. بالنسبه للعجينه معايا محتاجتش تاخد تاني غير هو كوبايه اللبن اللي انا حطيتها، اللي هي كوبايه الحليب. لو احتجتي زي ما قلنا هتحتاجي ان انت تكملي بميه دافيه لغايه ما توصلي للقوام المتماسك ده. هنبتدي طبعا ان احنا ننزل بيها على الرخامه زي ما عملت كده، رش الدقيق تحتها وهبتدي ان انا اعجنها. مش هعجن كتير، هعجن شويه صغيرين عشان بس امزج المكونات مع بعضها. العجينه دي مش محتاجه مننا ان احنا نقعد نعجن كتير، يعني بنمزج المكونات بس مع بعضها بالشكل ده. بس كده شويه صغيرين دول، وبكده بقت العجينه جاهزه عندنا. هنحطها في مكان دافي ونسيبها تخمر لمده ساعه تقريبا، هي اهم حاجه ان يتضاعف حجمها على الاقل. بعد العجينة ما اختمرت معايا وتضاعف حجمها بالشكل ده هبتدي ان انا اشتغل عليها. نطلع منها الهواء
وعايزين نقسمها لكور متساوية. قسمتها لقطع متساوية بالشكل ده، هركنهم كده على جنب واشتغل على قطعة قطعة. اول قطعة معايا اهي، هعملها على شكل كورة. بصي هكورهم كلهم وبعدين اشتغل عليهم عشان يكونوا ارتاحوا عقبال ما اكورهم. عملتهم كلهم كور بالشكل ده 10 قطع. اشتغل على اول قطعة، هنفردها بالنشابة بالشكل ده، هتلاقيها بتتفرد معاكي سهل جدا، مفيش فيها اي مشاكل. بنفردها بشكل طولي كده، هنجيب الحشوة اللي احنا هنستخدمها قطع شوكولاتة مقطعة كده قطع صغيرة، وابتدي ان انا الفها. هجيب سكينة وهعمل بيها شرط كده بالشكل ده، هنعملها بالشكل ده زي ما انت شايفة وهنكمل لفه. خدت معانا الشكل ده كده، وهبتدي ان انا اعدلها كده من الجنب علشان ما يبقاش فيها حتت شكلها مش مظبوط، نظبط الشكل يعني. بالشكل ده. وهنبتدي نشتغل عليهم كلهم بنفس الطريقة. هوريكم واحدة كمان، هي حطينا الشوكولاتة وهنبتدي ان احنا نلفها بالشكل ده. ونعمل بالسكينة مش لغاية الاخر، ناخد بالنا ان احنا مش لغاية الاخر بالشكل ده، ونكمل لفة عشان تبقى عندنا في الاخر بنفس الشكل كده، ونظبط من الجناب. اما بنرق الطروف بتاعتها عشان خاطر تلزق معانا سهل، عشان ما تفكش من بعضها اما تيجي تخمر شوية معايا. طبعا هنجيب صينية نحط فيها ورق زبدة او ندهنها مادة دهنية، وهنرص فيها الكلام ده جنب بعضي.
وهنا عملت الكمية كلها زي ما انت شايفة وحطيتها في صينية. ممكن تستغني خالص عن ورق الزبدة وتحطي اي مادة دهنية، زيت، زبدة، اي حاجة تدهني بيها بس الصينية. طيب هغطيها وهسيبها تخمر شوية في حدود ساعة كده. هنا دي المخبوزات بتاعتنا بعد ما اختمرت بالشكل اللي انت شايفاه ده. هنجيب بيضة وعليها قطرتين ثلاثة كده من الخل علشان طبعا ريحة البيض، وقلبناهم مع بعض كويس وهنبتدي ان احنا ندهن بيهم الوش. وهنا بعد المخبوزات بتاعتنا ما طلعت من الفرن، انا عايزه اقولك انها شكلها وطعمها ما فيش احلى من كده. عملت الفرن على درجه حراره 180 لمده تقريبا ربع ساعه علشان تاخد عندي اللون الجميل ده. واتمنى ان الفيديو ان شاء الله ينال اعجابكم. ما تنسونيش لايك وفي اشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.